أهلا مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، في مقولة مشهورة تقول رحم الله من أعان ابنه على بره. هي جملة جميلة تختصر العلاقة ما بين الأباء والأبناء، وكيف أن البر يبتدي من الوالدين، وهي سلسلة تستمر من العطاء والمحبة اللي بإذن الله لا ينتهي. مشاهدينا، اليوم في فقرتنا مع ماما مزين بنتحدث عن كيفية البر ما بين الأباء والأبناء، وهل فعلا إنها علاقة متسلسلة. مساء الخير ماما زين، وحياك من جديد في سيدتي. الله يسلمك، أهلا وسهلا بكم. مشاهدينا، عفوا ماما زين، في البداية ذكرنا رحم الله من أعان ابنه على بره. كيف انك تطلبي من ابنك حاجه عشان تقدري تخليه يبرك، لما انت تقعدي شايله نفسك على طول، يعني معناته هو لازم يجي يقول لك ايش تبغي يا ماما، وايش اجيب يا ماما، ويعرف طلبات امه. وان ما كان دري او ما عرف او ما لاحظ، ممكن الام او الاب يطلب من ابنه، على اساس هي دي تكون المعونه، معونه الابن على بر والديه. يعني ماما، صحيح ان بعض احيانا يعني اسمع من الكبار انهم يطلبوا من أولادهم عمدا، سوي كده، تعلم تسوي كده، إلى آخره، يجيب لي الشيء الفلاني لسبب. يعني في واحدة قالت لي علشان يتعود يبر، عشان ويعرف يتعود. إن عنده مسؤولية فعلا تحل. هذا من صغره لازم الأم ما تكون عفوفة كثير وشايلة نفسها كثير، وتقول بلاش يتعب أولادي. يعني أكثر الأمهات كده بيسووا بلازيم الأيام هذه، ولكن فعلا إحنا ما بنعينهم على برنا، ما بنعينهم. أيوة، علشان إحنا بنكون نحافظ عليهم على وقتهم، على تعبهم، على راحتهم، ولكن ما بيكون بر فعلا زي ما قال الحديث إنه أنا رحم الله إمرأً أعان بره ولده على بره، ولكن هم بارين إن شاء الله، ما هم شادين إن شاء الله. الحمد لله يا رب، إن شاء الله أجيال الأيام هذه رحيمة إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله رحيمة. طيب، طالما تكلمنا عن أجيال هذه الأيام ماما، نبتدي فيهم المرة يعني هذه المرة. كيف العلاقة حاليا ما بين الأباء والأبناء؟ فعلا في بر، أو في ناس مثلا تتأفف إن البر ما عاد مثل أول؟ شوفي، ما هو يقول لك في مثل يقول لك أصابعك سوا؟ لا طبعا، وكل بيت وأصابعه شكله ومفهومه وتعليمه غير، صح ولا لا؟ صحيح. في أولاد أكيد بارين، وفي أولاد ما هم بارين، وفي أولاد بارين بأنفسهم، بنفسهم، بطبعهم بس، ولكن الأشغال شايلتهم. شايلت، ولا سيما إذا كان الأب يعني والأم ما هم محتاجين لهذيك الدرجة، إنه أحد يشيلهم، أحد يحطهم، أحد الحمد لله بتمشي الحياة برضه. ولكن ما تقولي كيف هذه الأيام هذه؟ كل ولد يختلف بنفسيته، وكل أم وأب يختلفوا. في أم وأبهات وأمهات جبر كده، جبر أنت تعمل هذه الحاجة كل شهر أو كل سنة أو كل يوم فهذه أنا ما أعتقد أنه هذا طبع طيب، أن الأم تجبر ولدها، تجبر على ولدها أنت تسوي هذا عشان لازم، حتى لو ما قالت له عشان تبرني، أنا أبغى هذا، أنا أسوي هذا، تعال وديني. بالله ما تقدري في الظروف هذه والأيام هذه، والله صعبة. إن هو برهم بنفسه، بيده، بعطفه، بزيارته، هذه كثير طيبة. الحمد لله، الحمد لله. طب ماما، زمان كيف كان البر ما بين الأهل والأبناء؟ كان كبير. كان كثير وكبير، وهو احنا ما عشنا طبعا، ما شفنا، لأنه قلت لك كل بيت له أسراره. إيش يقول المثل؟ أبواب مغلقة هم مفرقة، ما حد يقدر يقول أحكم على ده. بس الأغلب بري. كيف كان البر هذا؟ كيف لأنهم ساكنين سوا، السكنة سوا في البيت، خلاص اللي تحتاجه الأم وتطلب الأم للبيت كله، هذه طاعتها وهذا بر. طاعتها، أمي قالت كده، هذا بر. ولكن في بعض أمهات، والعياذ بالله، ما كل الأمهات برهم زايد بأمرهم، استغلال، وسوء استغلال للبر، سوء استغلال للبر بشكل شرير على زوجة الولد وعلى الأولاد وعلى البيت وعلى صحيح. طب يا ماما، كيف يتصرف يعني مثل ما قلت، يعني صعبة يعني، وربي لا يجعل منهم اللي يقول لوالده أو والدته لا، لكن في نفس الوقت يعني هم ياخذوها تحت مسمى البر. أيوة. ممكن الأم تجبر ابنها على حاجات مو طيبة مثلا، لكن تقول له هذا بر، أو إذا أنت ولدي وتبغى أرضى عليك سوي الشيء، ولا أغضب عليك، ولا أروح المحكمة وتنازل عنك. وصلت للدرجة هذه في بعض الأمهات. طب كيف يتصرف الشخص يعني في موقف خلاص بيطيعها؟ إذا هو بده يبغى برها يطيعها، ولكن طاعة عمياء، أنا أشوفها طاعة عمياء. طاعة عمياء، إني أنا أروح المحكمة أتبرى منك إن ما سمعت كلامي؟
طيب برضو أنا أخلي له وقت وأخلي له تفكير وأخلي له رجولة، خلي له هيئة وشخصية، ما دغري أدمره كده وأقول إما تسوي كده أنا أتنازل عنك في المحكمة، إما تسوي كده قلبي يغضب عليك. ما أعتقد في أمهات للدرجة هذه الأيام هذه. والله ممكن يكون في، ممكن زي ما قلت صوابعك ممكن، زي ما بعد قلت لك صوابعك ما هي سوا. أيوة في، بس في والله في كثير الناس اللي بيجبروا آبائهم على حاجات، أولادهم على حاجات تكون تغضب الله لهالدرجة، تغضب يا ماما. الله لهالدرجة هذه في، أو في أمهات ويضطروا يطيعوا علشان موضوع الرضا، عشان موضوع الرضا والغضب، حتى مع إنه المفروض المعاملة تكون مقسومة بالنص بين بيته أهله زوجته وأمه، إحنا ما نقول يعصي أمه، ولكن في طاعة محببة، في طاعة ما تكون عمياء، صح ولا لا؟ صح أكيد يا ماما. لكن شوفي دائما يقارنوا ويأكدوا أن زمان الناس كان عندهم بر أكثر، غير موضوع السكنة. أي. إن كان في ود، كان في احترام، كان في تقدير أكثر للأب. حاليا في نوع من الاستقلالية، وأن الشخص إذا كبر مثلا صار عنده منصب أو وظيفة يكبر حتى على أهله أحيانا. في في مرينا بهذه الحاجات وشفناها من بعض الناس، وفي اللي لا زال على بره ولكن بالمحبة. شوفي كل شيء ما يجي إلا بالمحبة، الطاعة يعني لا مؤاخذة، لا بدك تربي بس في البيت صغيرة، إن ما أنت تتحببي ليه تتوددي ليه ما تسمعك، وتسمع الكلام لكن ما تسمعك إذا جيتي بالقسوة. الحب إذا أنا أبغى أتودد وأبغى أحد يبرني أكون أنا بارة أصلا، أكون أنا متوددة ومحبة لبيته لأولاده لزوجته لشخصه لتقدير لظروفه، حتى ظروفه، ولا سيما الأيام هذه، الأيام دي بتجري والوقت قصير. طيب إيش يسوي الولد إذا أنا أطلب منه حاجة هو مو فاضي وعلى حساب عمله كمان؟ صحيح. العمل هناك بيطالبه، إذا أنا أخرجه معايا يوديني مكان، يسفرني، يروح معايا، يسافر، يوديني مستشفى، يوديني، طيب وعمله؟ طيب يا ماما، يعني هي يعني من كلامك واضح ان الموضوع متسلسل. اذا انا ربيت وتعاملت بالحسنى او بشكل طيب، أيوة. الاولاد بيشيلوا هذا الشيء، وهي سلسله، ان ما جابوا حاجه، ان ما سووا حاجه، ان ما قالوا لي حاجه، الاقل في نفسيتهم شايلين بر لي. انا كيف كنت اتودد معاهم، انا كيف معاملتي كانت معاهم، صح ولا لا؟ صحيح. لكن ماما قلتي كلمة حلوة، في أمهات أحيانا تكون طيبة زيادة عن اللزوم لغاية أن الأولاد فعلا أو تتعفف، يحسوا أن الأم سواء يعني زمان أو الآن مشاهدينا تحسسهم الأم بالاكتفاء أو بالعفاف الزايد عن اللزوم الزايد. كيف الأم يفترض تتعامل مع أبنائها علشان يعرفوا أن هذه أمكم ويفترض أو أبوكم لازم تبروهم؟ والله ما اعتقد انها لازم تقول الام ترى لازم تبرونا لازم تعالونا. طيب هم عارفين انهم اولادي وانا عارفه اني انا امهم، فهم عارفين المفروض انهم يجوا. كيف اعرفهم بدون ما يكون الكلام مباشر؟ بدون ما يكون الكلام مباشر، على الاقل انه احنا سوينا كده، عملنا كده، اليوم صارت لنا كده، رحنا هذا المشوار الفلاني، اتاخرنا شويه، السواق اتاخر علينا، سياره صار فيها عطل، بهذا الاسلوب ممكن. ممكن. أنا أفضل شخصيا أني ما أمر. طيب ماما بالنسبة للبر، يعني هذه منتشرة زمان والآن يمكن بشكل أكبر علشان الانشغال، إن مثلا الولد ما يقدر يبر والده ووالدته كل يوم، مثلا يكون عندهم أحد في البيت صانع مثلا أو شغالة أو كده علشان يساعدوهم. أيوة منتشرة. هل منتشرة. تعوض فعلا، هي تعوض الأب والأم عن وجود الأولاد بشكل يومي؟ لا، ما تعوض الشغالة عن وجود الأولاد أبدا والأم والبنات، ولكن إيش بدنا نسوي غصبا عننا؟ والشغالات اليوم صاروا ما هم موجودين بألفين وبثلاثة، حتى تقدري تجيبيها وبلا إقامة وتكوني مهددة في بيتك ومهددتك كل شوية، تبغي ولا أنا أمشي؟ يعني لو يد الدراع، لو يد الدراع والأسعار بتطالع والله ب3000 بتوصل، وفي ناس العام الماضي قالوا جابوها ب4000. طيب اللي زي انا كبيره واللي زي الثاني مشغوله وعندهم بيت وعندهم، يحتاجوا الى صانعه في البيت تساعدهم، ولكن للاسف الصانعات الايام هذه صارت شحيحه. شحيحه وغاليه والله. والله غاليين، والله غاليين جدا. وبعدين انت مهدده معي تجيبيها في البيت وتاكليها وتشربيها بتعامليها اكثر من بنتك. وفي نفس الوقت لو قلتي هذا ليه ما صار، تقول لك والله انا ما تبغيني انا امشي. لان ضامنه في 10 بيوت ياخذوها بدلك انت، وانت محتاجتها طبعا. وانا محتاجتها، فاضطر اني اتغاضى تماما عن شيء ما سوته او ما تبغى تسويه. وبالعربي الفصيح تقول لك انا ما بسوي شغلي 100%، خصوصا اللي تجيبيها بالشهر.
تقول لك ما يعني قصدها انه يمكن انا هذا الشهر تخليني الشهر الجيتي ريحيني علشان اضل موجوده عندك. هي بتقولها بطريقه وتقول لك انا ما سويت 100%. قلت لها ماما انت تاخذي راتب 100%، طيب ليه ما تشتغلي 100%؟ تسكت. بنفهمها يعني انه انا اشتغل 100% وانت تخرجيني هذا الشهر تجيبي ثانيه، شغلي يروح بلاش لهالدرجه. لهالدرجه متحكمين فينا. طيب ولكن ما ندري متى برنا يصير بالخادمات، احنا الكبار الناس الكبار اللي محتاجين الصانعات في البيت، ان شاء الله يلحقنا بر زي بر الامهات والوالدين. يا رب. والله يا ماما صايره من فتره يعني اكثر من يعني هي موضه لكن حلوه، نوع من انواع البر ان الشخص يهدي والدته او هو احد يساعدهم في البيت. هذا اكبر شيء. اكبر بر هذا، هذا البر المطلوب. هذا البر المطلوب الايام هذه، ولا سيما اذا كان الاب متقاعد وكبير او ما هو موجود او في الحاله دي، ايش يسوي الابن؟ هو لازم انه يساعد امه بخادمه ولا البنت، صح ولا لا؟ صح طبعا اكيد. عشان كده بنقول لك احنا بننتظر بر بننتظر بر زي يا ماما ويبروا فعلا زي بر الوالدين، يكون لازم بر والله بالصانعات اقل شيء. والله هو مفروض يا ماما كنوع من المكافأة يعني الأهل ربي يديهم الصحة، تعبوا وربوا وكبروا أيوة، والآن صاروا باحتياج، أنتم ما أنتم فاضيين تجونا تخدمونا، جيبوا لنا بالنيابة من يخدم عنكم إن شاء الله يا ماما. طب خلنا نوجه طبعا نصائح ماما للمشاهدين، كيف يكون في بر متبادل ما بين الأهل والأبناء مثل ما ذكرتي في مشاغل، يعني إذا الولد نسي نفكره بطريقة أيوة لطيفة. اليوم رحنا ودينا السيارة في الورشة، السواق وداها الورشة، ما ندري إيش قال له صاحب الورشة، هو صحيح ولا لا، هو وداها ولا لا. فصعب اني انا مثلا زي انا اركب مع السواق اروح الورشه. فهذه الكلمه دي كفايه ان الولد لما يجي ياخذ السياره يكشف عليها يشوفها، هذا بر يعتبر. واذا ما فهم الرساله، اذا ما فهم الكلام اللطيف يعني كيف نوجه له الرساله؟ والله يمكن في اكبر الحالات والضرر الابواب اني انا اقول تعال خذ السياره يا ولدي. فما اعتقد انه بده يعصي ويقول لا. ربي يخلي لك اولادك يا ماما زين ان شاء الله. وان شاء الله في خصوص الهدايا يعني في اقتراح فعلا كان من ماما زين كنوع من الهدايا كنوع من البر بالوالدين، فعلا يعني المشاغل كثيره، ليش ما تكون في هدايا كنوع من المساعده في البيت؟ نتمنى يا ماما رساله توصل. عن نفسي انا او غيري نحب هذه الهدايا. حد يساعد. هو هي للمساعده اكثر من انها هديه، للمساعده اكثر، لانه وصلنا لمرحله لازم نحتاج الصانعة، لازم نحتاج السواق، لازم ولا سيما لما الله يحميهم طلعوا برا البيوت يا رب، مين يقوم هذا البيت اللي مفتوح؟ بيت مفتوح لازم يقوم عليه رجل، صح ولا لا؟ وهذا البر ماما مثل ما ذكرنا هي سلسلة متتالية. هي سلسلة متتالية بالضبط. أنا اليوم هذا بيتي خير، خرجوا الأولاد وخرجوا البنات، ولكن تبقى عيونها أو بيوتهم عمرانة بيهم إن شاء الله. بعد فترة يخرجوا أولادهم، يخرجوا بناتهم، يتزوجوا، يسووا حياة ثانية، وبيتهم لا زال يبقى قائم، يحتاج برضه. كلها متوارثة أكيد طبعا، كلها متوارثة. ربي يجعلنا جميعا من البارين يا ماما زين. من البديهة، من يوم ما طلعت الدنيا وهي كلها متوارثة. صحيح متوارثة. صحيح سبحان الله. يا ماما يطلبوا مني أناكفك لكن ما أقدر، أحبك علي. كلنا نحبك وكلامك يعني متوازن هنا شوية وهنا شوية، ترضي جميع الأطراف. ماما زين إن شاء الله الأسبوع الجاي بيكون عندنا طبعا موضوع جديد نتكلم فيه، لكن نودع المشاهدين أو أنت تسلمي على مشاهدينا ماما زين وتقولي لهم أنه فقراتنا في سيدتي مستمرة. أودعكم على خير إن شاء الله، وأشوفكم في شعبان إن شاء الله، وفي هو شهر الشعبنة إن شاء الله. اللي سألونا عنه الأسبوع الماضي قالوا إيش هي الشعبنة. أكيد مشاهدين مستمرين لكن بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل. بعد قرارات خادم الحرمين الشريفين هاشتاغ أوامر ملكية يتصدر تويتر،